مغادرتك لقناة حنا بعل. ونعمة 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 طرد. قد شنو تحب ترجع؟ بعد المولى سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام ترجي نحبها قد بابا وامي قد بوك وتوى قد بابا وامي وزوجتي ولادي وحفادي. حب كبير هذا. ما عندكش فكرة. أنا كنت دخلت طول هنا كنت عبد. كنت غيرت النتيجة وشي شي فيه الدم من أراني مش اللي يربح صحالي تربحني بذراعي كنت شايد صحالي. عشق جنوني هذا. أنا جنوني غادي من جنوني وغادي من كل شيء. عشق ترشي لا مثيل له. لا مثيل له. بتقلق زروعك. وعلاش الدموع يا حاج؟ بتاع شنو؟ يحيى الترجي وشباله بيدو رفع لم الكرة والتاريخ ذكر أعماله وذكر أيامه المشهورة. حب كبير هذا. أكثر من اللي تتصور في بالك. في حاج في نهائي كأس أفريقيا المفروض أنك صحافي ماشي تخت. سبيت الحكم أنت على خاطر الترجي. سبيته مالاش نعمل له. كيفاش الحكاية هذيك؟ سبيته هذا فينا الرجاء يحمد ربي. اي فينا الرجاء يحمد ربي اللي انا كنت نضرب وراه ماني قلت قاعد كي الانسان راني وقتها ما نقولوش راني حاج ومتقي الله وكل شيء اما نضرب. وقال لي وقتها واحد ضرب لا سب واعمل اللي تحب اعمل ضرب لا تضربوش. تصور رقعت تصور حاسيلو صار ما صار مش هو بركه بالقوله الله يرحمه وينعمه بالقوله فينال كلوب افريكا وقتها يظهر لي بطولة عربية اللي ربحتها النادي الافريقي. كان النادي الافريقي عنده اللي لهيله بالحوايج ولهيله من هيته السنار يعني فهمت. ريتو مسكين داخل بعض وشد كل تاع الكور هذيك. قلت له شبيك يا السنار انت شبيك انا ربحنا هزينا بطولة. قال لي لا يا حاج عندي كورة ضايعة. عنده كورة احتمال عنده 12 كورة هو عنده 11. تلفت انا نلقى سعيد بالخولة الاربيتر انترناسيونال اللي شد فينال كوب دو موند الله يرحمه وينعمه عنده كره مكتوب عليها كلوب افريكان. سعيد برقوله اللي يديروا كاتريام اربيتر يظهر لي ولا حا ولا ماهوش ولا يراقب ولا ماهوش مكتريو اللي ربما يحق له باش ياخذ الكره. وزرت قلت له هذه الكره. قال لي عملت كي انا ترك بونتا نحيتها له من يده. قلت له هز الكره نتاعك. سعيد برقوله تطاول فهمتني وانا ما تعرفنيش كنت يدي. قلت له انا ما تعرفنيش كنت يا ولدي انت قبل ما تشد زفارة بابا مشى للعالم دارو اي مفروض ماشي صحافي يا حاج دي لا ما انت رجل معك نحي الكسوة لا نحي الكسوة ونحي كل واحدة باش ما ياخذونيش لما الحكم تمشي باش تاخذ عنده انترفيو مش باش تضرب يا ولدي وقتها يبقى ظلمنا ياسر وشق التيران وانا لا 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 يا خويا انا ربما تعلمت برشا حاجات. واحد يكبر ويتعلم وان شاء الله كل ما هو انسان ربما سمعته كلمة مش باهية سامحني يقول ايه ودي كنت انا. كيفاش تشوف ترجي اليوم حاج؟ مانيش راضي عليه بكل صراحه. برشا حاجات جديده نسخه ترجي عادي برشا حاجات جديده راضي ولدي وكل شيء ونحبه اما عملنا له هاله وفيها برشا حاجاتكم حاجه من صنف فيها برشا كذب. راضي ردنا احنا نترناو السباح يا ودي نترناو السباح يا ودي انا كنت نلعب في الملعب الشعبي فوز البنزرتي معروف يا ولدي نلعب فاش. في الملعب الشعبي والمدرب عمي منوبي بن سعيد نترناو ونمشيو الرادس نترناو الخمسه تاع الصباح ونترناو تعرف نتكلم فيك شنو ميزانيه هذوما ولا 67 65 66 يا ولدي عادي جدا. يا ما تشوفش قاسي شويه الحكم عليه تو مازال بكري مازال وانا اللوم على مثالش اللوم نجم اللوم تفضل اي خذ اللوم على ولدي قاعد راضي عادي ولدي يا خويا نحينا الكونت فيسبوك نحيونا راك موكش في انجلترا. اولدي انا راني كي جيت من انجلترا يا راضي كنت كي نلقى فروج قبل ما يولي روج نقف عملت 100 اكسيدون يضربوني من تالي. كنت كي نبدا ماشي فما زيبرا كروسنج اكل نواري برادي نقف نخلي واللي بيك ويا اللي عليك. تعلمت دخلت مع الشعب تو نحى علينا الفيسبوك ونحى علينا هذاك تو شلول تو تبدلت يا حاج. يا ولدي ما تبدل شيء انما الامم واخلاق ما بقيت انهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا الاخلاق ما تتبدلش الاخلاق. يا ولدي شد روحك ريض روحك راهو ترجي يحبوا نتائج راهو جمهور الترجي من الكبير للصغير اللي يدبي على الحصير يحب نتائج
يقول روحك في النتائج. ما نلوموش كان على الكونت فيسبوك، ماكش نلوم فيه على الكونت فيسبوك الرجعه هذه، مش عاجبك خاطر الكونت فيسبوك، اكيد فما اسباب اخرى. اسباب اخرى؟ فما اسباب اخرى. فما اسباب اخرى. حاولت ما عادش تحكي على النقائص نتاعك. في الاوف حكينا حسيت قلبك معبي، تحب تحكي على ترش. نحكي على بابا وامي، ما نعرفش شكون نحكي. اعطيني. شوف احنا راهو يا راضي احنا جمعيه القاب. الترجي لا تعترف الا بالالقاب. احنا ولا خلينا نقولها بكل صراحه، احنا والاربع كبار. سامحوني بقيه الفرق لا اربع كبار والفلوس. فلوس. خاصه الترجي الرياضي التونسي. يا ولدي تجيب لقب مرحبا بك، مش تجيب لقب. الله اللي يقدر، الله اللي يقدر، الله اللي يقدر، وربي بقى عليك الستر الى يوم الستر. لو كان تخسر زوج ماتش شويه تشوف روحك كيف تير كيلف وشك. جاب ربي فما رئيس عاقل، كان جا رئيس واحد اخر، اقل غلطه يطردوا. هاك ترى فيهم تو يبدا رابح، يبدا في الكلاسمون خارق العاده، هوب ما تلقاهاش. انا نقول له ساعد روحك واحده واحده، راهو ما عندناش انت ما عندكش في المقام الاول، واحنا ما عندناش جمعيه توا راهو مش حتى باش نهربوا بالبطوله في تونس. فير اتونسيون. حاجه احكي لنا كيفاش وقف معاك سليم شيبو في جنوب افريقيا. انت بربي تكون صبلك صبيت. بيديك جبت لها سليم شيبو بنتي. سليم شيبو بذاك ان شاء الله. ان شاء الله العصفوره صبت لي ميسيج مش ان شاء الله. ربي يا ربي يا ربي ما الله غالب يا ربي بعد بقى لي السطر. تحبه برشا؟ برشا ولدي خويا الصغير اللي تعب اللي تعب بقول. كنتوا قراب برشا لبعضكم؟ حتى حد ما يعرف. شنو من حاجات ما يعرفوهاش العباد؟ حتى حد ما يدخل بالسياره راجل لنا. حتى حد باذن منه هو مش باذن بغزره. زول لي هكا الوحيد عمره ما قال لي هذه تتعدى وهذه ما تتعداش. حتى كي يمشيو كالصبابه صبابه ولاو شنو يقول الغنيه باندي باندي اللي ولاو باندي. قول لهم شكون قال الكلام هذا؟ قولوا له الحاج اللي قالوا الحاج صحيح. هي شنو كيفاش تحبوا ما تحبوش هذا؟ مشينا لافريك دو سود مع حنبال باش نغطي تيراج وصور كوب دي موند اللي باش يصير غادي جنوب افريقيا. معز مختار عنده هبال، راه معز ما عندكش هبالك البنينك الحلو. قال لي راك باش تمشي انت. راه شو محبه ذي؟ اولا خاطر انا مازلت كي كنت في لافريك دي سود وعندي الفيزا، وثانيا انا ربما نقول نحسن اللغه الانجليزيه. قلت له رخيني بربي يا معز مازلت كي كنت غادي. قال لي يا خويا دبر راسك. وصل الخبر السي العربي الناس راح نمشيو. قال لي اه وانتم تتكسروا عليا وتخايبوا روحكم ترى شكون حاصلوا بعداش. قال لي لا انا ما مش نقول معز لا ما كملتش نصف الثنيه. هو كلمني قال لي يرجع برا قصت خذ تذكرتك اما دبر راسك دبر راسك غادي جيب فاتوراتك تخلص او شوف رجوليه توا.